اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روز في فيلم تيتانيك، هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها إني روز. ألفا عندها 4 بنات، جوز صغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الجوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي أنت شي حوايج صعبة عليك تنجم باش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، دايما برشوف الجروح متاعك. أكسيون. اي اما مازلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم. طب بدني ملكي يعني، ما انا ملك شكون؟ جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ هاو كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا، والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. انت شنو هي الغلطه في هذا؟ سامحني شنو هي؟ يا انت قلت لك طفل باسني. انت ما بصتش في عمرك كان باسني، وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالثه. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته في نحنكم. أخت كوين ما نعرفش، بقول لها برش حاجات. أي في الفيلم هذا مش نحاول نحكي حكاية بنت ألفا،